وللوقوف عند أجواء مخيم عين الحلوي الآن، أسباب الاشتباكات التي تجددت ما أدى إلى نزوح عدد كبير من سكان مخيم عين الحلوي إلى خارجه، وتوتر الأجواء بمحيط المخيم، وإن حصلت اتصالات رفيعة المستوى للتهدئة، وهل فعلا التهدئة التي تحصل الآن هي مستمرة وعلى أي أساس تمت؟ ينضم إلينا باتصال هاتفي الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد. صباح الخير دكتور. صباح النور، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك. يعني كنت عم بحكيك تحت الهواء قبل شوي، بعرف بانه كل الليل كنت عم بتابع يلي عم بيصير بمخيم عين الحلوه من اشتباكات، وبالتالي تجدد لهذه الاشتباكات من بعد هدوء كان استمر لايام وهدنه. شو يلي صار تحديدا؟ لماذا تجددت هذه الاشتباكات؟ ولكن بالاول كيف يبدو الان الوضع؟ يعني الان هل هناك هدوء؟ هل هناك هدوء حذر؟ هل هناك اشتباكات لا تزال جارية؟ يعني في هذه اللحظة كيف يبدو المشهد في مخيم عين الحلوة؟ وما الأسباب التي أدت إلى عودة الاشتباكات وبشكل عنيف مساء أمس؟ يعني هلأ الوضع إلى حد ما يعني توقف إطلاق النار، بس في يعني تراشق من وقت لآخر، يعني بعد الوضع مش مستقر. يعني بدي أقول إنه الوضع بعده ما استقر كما نريد، يعني بعد في بعض الطلقات من هنا وهناك عم تطلع، ولكن كل الأطراف التزمت بوقف إطلاق النار. عم نتابع هذا الموضوع ميدانيا حتى ما ترجع تتجدد الاشتباكات على نطاق واسع كما حصل طوال الليل حتى الصباح. استمر وقف اطلاق النار بالجولة الأخيرة ما قبل هاي الجولة حوالي تقريبا شهر. بخلال هاي الفترة كان في مساعي وجهود لتثبيت وقف اطلاق النار وضمان استمرار التهدئة ومعالجة الأسباب اللي أدت إلى الاشتباك الأول، وهي اغتيال اللواء العرموشي وأربعة من مرافقينه. واتفقنا بوقتها على وقف اطلاق نار، اتفقنا على لجنة تحقيق وتحديد المسؤوليات وتسليم المطلوبين للسلطات اللبنانية. كان هذا المسار ماشي، وكان في استجد عليه انه في بعض تواجد عسكري بالمدارس الأنروا، هي ست مدارس، اثنين منهم بمنطقة الطوارئ والبركسات وأربعة بخارج نطاقهم. اتفقنا من يومين على أنه تخلى هاي المدارس وتسلم للأنروا، لأنه في حوالي 6 أو 8 آلاف تلميذ بدهم يلتحوا بالمدارس القريب، يعني لازم الأنروا تجهز هاي المدارس ليلتحوا التلاميذ بمدارسهم. كان في اقتراح أنه يلتحقوا بمدارس خارج المخيم، طبعا يعني هذا حل مش مناسب، وخصوصا انه الجيش اللبناني بلغهم انه ما في يضبط دخول وخروج هذا العدد الكبير من التلاميذ من والى المخيم. فاذا كان هذا الاتفاق كان يعني تعزيز اللواء الأمنية المشتركة اللي هي إطار موجود متفق عليه سابقا بين الفصائل الفلسطينية جميعها، يعني بين منظمة التحرير والتحالف الوطني الفلسطيني والقوى الإسلامية، كانوا مشكلين قوة أمنية مشتركة تشرف عليها هيئة العمل الفلسطيني المشترك اللي هي إطار سياسي تشرف على هاي القوة المشتركة. كان تقريبا قبل الاشتباك الماضي كانت محمدة هالقوة ومش فعالة. هلا تم الاتفاق على تعزيزها وإعادة عملها بالمخيم. نعم. كان عندها مهمتين أو ثلاثة، مهمة إخلاء المدارس وإزالة المظاهر المسلحة. نعم، وتسليم المدارس للأنروا.
وهذا يلي ما صار. الثاني هو يعني توقيف المطلوبين اللي تحددوا بثمان أشخاص لأن مسؤولين عن جريمة اغتيال اللواء العرموشي ورفاقه. وطبعا يعني إشاعة جو من التهدئة وإزالة المظاهر المسلحة وكذا إلى آخر. كان هذا الاتفاق وكانت كل الأطراف بلا استثناء موافقة على هالمسار. نعم. على هالسيناريو وعلى الاتفاق. وبالتالي صار هذا بأكثر من محل، صار بالسفارة وصار باجتماع صار عندنا بمكتب التنظيم، وتم الاتفاق على تأكيد هالأهداف اللي يعني معالجة الأوضاع بالمخيم. نعم. وفجأة امبارح بالليل بصير في هذا الاشتباك اللي بيتطور الى اشتباكات واسعه النطاق واستعمال كل انواع الاسلحه بما فيها القذائف والصاروخيه وغيرها. طيب هلا الاتصالات يلي عملتوها دكتور اسامه يعني واسفرت، هلا عم تقلي عن هدوء حذر، هل يعني يتم تنفيذ ما كان قد تم الاتفاق عليه سابقا، يعني هذه المظاهر المسلحه، المسلحين انه يخرجوا من مدارس الانروا، تسليم المتورطين بمقتل العرموشي، يعني هل ستحصل هذه الامور؟ لانه يبدو بانه اذا ما حصلت نحن مقبلون الى تجدد اشتباكات، وشفنا شو عم بيصير بالمخيم، نزوح أهل المخيم، وأيضا كمان محيط المخيم عم يتضرر، يعني كل المنطقة عم تتضرر. يعني أنا بصراحة بدي أحمل مسؤولية لكل الأطراف في مصداقية، يعني الجميع التزم بهالإجراءات اللي ذكرناها. يعني الجميع التزم بتسليم المطلوبين ولم ينفذ، والجميع لم ينفذ، يعني الجميع التزم والجميع لم ينفذ. هلا يعني مطالبين بانه ينفذوا. بدي لك شغله، يعني نحن بالمدينه ما عاد فينا نتحمل هذا الوضع بصراحه. طب على من تضع اللوم اليوم بشكل يعني محدد؟ عم بضر ضرر كبير مش بس بالمدينه وباهلها وباقتصادها وبما يصيبها من خراب ودمار واصابات بشريه، فضلا عن انه الشعب الفلسطيني نفسه ما عادش قادر يتحمل هاي الاوضاع. رح نرجع نشوف مشاهد على كل حال كمان، يعني كيف كان الوضع قديه متأزم بنفس الوقت وحضرتك عم تحكي. تفضل. عفوا. تفضل يعني عم نشوف مشاهد يعني كمان مباشرة. كنا من في مسؤولية وفي مصداقية إلى علاقة بما بالتزامات تم الاتفاق عليها. من طالب الفصائل الفلسطينية كلها ومن طالب أيضا الحكومة اللبنانية تحمل مسؤوليتها. معلش، مدينة صيدا مدينة بمسؤولية الحكومة اللبنانية، تتفضل الحكومة اللبنانية تشرف وتحفظ أمن المدينة وتساعدنا على معالجة هذه الأوضاع، لأنه ما بيصير هذا الاستهتار وهذا الإهمال من قبل الحكومة لمدينة صيدا على كل الصعد، مش بس هذا على الصعيد، وهذا أخطر يعني ما تتعرض له المدينة، بكفيها ما يعني مشاكلها من البيئية والنفايات والمي والكهرباء والطرقات طيب دكتور سعد، سؤال طبعا ما في شك بس دكتور يعني أسامة، سؤال هل ما فيها منا بحاجة قضايا وهموم، منا بحاجة لصراعات أخرى؟ بس سؤال دكتور السؤال، هل تتخوف بأنه يعني ما يكون عم بيحصل بأنه هو مقدمة لتفجير الوضع بالمطلق في هذا البلد، خصوصا بأنه يترافق مع دخول لنازحين سوريين بشكل مريب ومعهم حتى أسلحة عن طريق معابر غير شرعية إلى لبنان؟ يعني بشهر آب فيت أكثر من 8000 شخص. أيضا هل تتخوف بأنه كمان يصير في تحرك ل هذه الفصائل او لهذا، يعني يصير ايضا في هناك تحركات في مخيمات اخرى وبالتالي يدخل لبنان بمشهد اخر، ايضا يدخل الجيش بمشهد اخر، يعني هل فقط برايك ما يحصل اليوم هو يوقع فقط ضمن اطار ما يحصل في مخيم عين الحلوه، ام ممكن يكون في له اهداف اخرى تتخطى المخيم الى خارجه؟ بالتاكيد ما يحصل في مخيم الحلوي
يعني هو أحد العوامل المؤثرة في تهديد الأمن الوطني اللبناني. يعني ما فينا نقول لحق. والوضع بلبنان يعني زي ما بنعرف في حالة انسداد سياسي، في انهيارات على كل الصعد، في صعوبات قدام القوى الأمنية والعسكرية القيام بواجباتها، في ضغط النازحين السوريين، في الضغط المعيشي والأوضاع المعيشية المتردية بالبلد، كل عوامل ضغطة قد تؤدي إلى انفجار، والانفجار قد ينال الأمن ويؤدي إلى اهتزازات أمنية، ولا سمح الله ما نوصل لانهيار أمني كامل.